أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ LBCI، نستهلها بأبرز العناوين. الرئيس سلام ينهي جولته على رؤساء الحكومات السابقين، أرغب بحكومة من غير المرشحين. جلسة عامة لمجلس النواب غدا بحثا عن مخرج للمهل الدستورية. سيارة مفخخة توقع عشرات القتلى والجرحى وسط دمشق. قبل انطلاق استشارات التأليف غدا في مجلس النواب، جال رئيس الحكومة المكلف تمام سلام على رؤساء الحكومات السابقين، آملا الحفاظ على الإجماع في التأليف كما في التكليف. يلتقي الرئيس المكلف تمام سلام في هذه الأثناء في ختام جولته على رؤساء الحكومات السابقين الرئيس فؤاد السنيورة في منزله في الحمرة. وإلى هناك ننتقل مع الزميلة هدى شديد. هدى، كيف كانت الأجواء التي سبقت وصول الرئيس تمام سلام إلى منزل الرئيس السنيورة؟ في جولته على رؤساء الحكومات السابقين والتي بدأها من الرئيس المستقيل نجيب ميقاتي والتي يختتمها الآن ومنذ لحظات يعني وصل إلى دارة الرئيس فؤاد السنيورة، حمل الرئيس المكلف تمام سلام عنوانا واحدا وهو أنه يريد إجراء انتخابات، وأن حكومته جاءت من أجل وظيفة أساسية وهي إجراء الانتخابات، وهو يريد أن يكون أعضاء هذه الحكومة مثله من غير المرشحين للانتخابات المقبلة. الرئيس نجيب ميقاتي تمنى له التوفيق وأكد له الدعم والتعاون في المرحلة المقبلة، وكذلك فعل الرئيس رشيد الصلح والرئيس سليم الحص الذي دعا جميع الفرقاء إلى تسهيل مهمة الرئيس المكلف وأن تشكل الحكومة قريبا لتجري الانتخابات في موعدها بقانون عادل. أما المفارقة فكانت في لقاء الرئيس تمام سلام في الرابي مع العماد ميشيل عون الذي تجنب الكلام قبل اللقاء وبعده، تاركا للرئيس المكلف أن يتحدث من دارته عن أنه تمنى على الجميع بمن فيهم تكتل التغيير والإصلاح أن تكون حكومته من غير المرشحين للانتخابات. هذا مع العلم وفق المعلومات من أكثر من مصدر بأن العماد ميشيل عون يعني يريد أو يتمنى الاحتفاظ بحقيبتي الاتصالات والطاقة نظرا لما قام به وزيرة في هاتين الوزارتين من خطط يجب استكمالهما، ولكن مصادر الرئيس المكلف لم تنفي ولم تؤكد هذه المعطيات. نعم. إلا أنها أكدت أن الرئيس عون أكد أنه يريد التسهيل ما لم تكن هناك كيدية في تشكيل الحكومة. إذن الرئيس تمام سلام مجتمع الآن بالرئيس السنيورة، هو كان اجتمع مع الرئيس كرامي الذي توقع أن تكون هناك تسوية وضمانات بإجراء الانتخابات وأن تكون الحكومة من غير المرشحين نظرا للضمانات المعطاة للرئيس المكلف. نعم. وهذه التسوية ليست جديدة كما قال الرئيس كرامي للـ LBCI. ريما، شكرا لك هدى. وكان الرئيس سلام أكد خلال جولته أنه بحاجة إلى كل الخبرات لمواجهة تشكيل الحكومة والاستحقاق الانتخابي. بدأ الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام جولته البروتوكولية على رؤساء الحكومات السابقين بزيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. استعرضنا الفترة الماضية للحكومة، استعرضنا كيف أسسنا للاستقرار في البلد والتقاطعات الدولية اللي حتمت هالواقع، ونتمنى تدلة مستمرة وأكيد حتكون مستمرة وبأيدي أمينة مع الأخ تمام. أنا بحاجة إلى كل رأي وكل مشورة يمكن لي أن أستعين بها لمواجهة ما نحن بصدده من تأليف حكومة لمواجهة استحقاق وطني كبير ألا وهو إجراء الانتخابات العامة. المحطة الثانية للرئيس المكلف كانت منزل الرئيس رشيد الصلح، ومنها انتقل إلى دارة الرئيس سليم الحص الذي تمنى له النجاح في مهمته آملا من كل الفرقاء تسهيل إنجاز التشكيل. ومن الرابي حيث التقى العماد ميشيل عون أعاد سلام التشديد على ضرورة أن يسود جو من الوفاق في مرحلة تأليف الحكومة التي أكد أن دورها ينتهي بعد إجراء الانتخابات النيابية. شخصيا لن أترشح إلى الانتخابات، وأتمنى أن تكون حكومتي غير مرشحة للانتخابات، وبالتالي هذا سيتطلب جهد كبير من كل القوى السياسية، وطبعا تكتل الإصلاح والتغيير له دور كبير
في إنجاح هذه المسألة. المحطة ما قبل الأخيرة للرئيس المكلف كانت دارة الرئيس عمر كرامي. ونحن وضعنا كل إمكانياتنا لتصرفه، وإن شاء الله سينجح. وأطلعته أيضا على الخطوط العريضة لما أراه من خطوات تعزز إمكانية تأليف الحكومة في هذه المرحلة. كما شدد سلام على أهمية أن ينسحب التوافق في التكليف على التأليف. دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة للمجلس 10:30 قبل ظهر غد لمناقشة جدول الأعمال، واستعدادا للجلسة ترأس بري اليوم في عين التيني اجتماعا لهيئة مكتب المجلس. وإلى مقر الرئاسة الثانية ننتقل مع الزميل بسام أبو زيد للاطلاع على المزيد من الأجواء والتفاصيل. بسام، يعني اجتماع عين التيني لهيئة مكتب مجلس النواب لم يتوصل إلى أي نتيجة تتعلق بمصير مهلة الترشح للانتخابات وفق قانون 60 المعدل في الدوحة. هيئة مكتب المجلس ستعقد اجتماعا ثانيا غدا قبل الجلسة العامة في حال توصلت إلى اتفاق يتعلق بمصير مهل الترشيح للانتخابات، تذهب بهذا الاتفاق إلى الهيئة العامة، وفي حال لم تتوصل إلى اتفاق يطرح الموضوع برمته على الهيئة العامة ويجري النقاش فيها، ومن ثم ربما تذهب الأمور نحو التصويت. ما أود الإشارة إليه إلى أنه هنا في اجتماع عين التيني حذفت مسألة وقف ترشيح أو وقف الترشيحات بشكل نهائي، لأن هذا الأمر يعتبر غير قانوني وغير دستوري. اختصر الأمر على مناقشة مسألة تعليق الترشيحات لفترة معينة أو تمديد مهلة الترشيحات. النقاش تركز في شكل خاص على مسألة تعليق الترشيحات لفترة معينة. الرئيس بري والنائب ميشيل موسى طرحا تعليق هذه الفترة حتى 20 حزيران، أي موعد نهاية ولاية مجلس النواب. قوى 14 أذار الممثلة في هيئة مكتب مجلس النواب طرحت فكرة تعليق الترشيحات حتى 25 أيار. جرى بعض الحديث بمسألة التمديد، ولكن مسألة التعليق ومسألة التمديد تحتاجان إلى المزيد من الدرس القانوني والدستوري حتى لا يكون هناك أي طعن بهذين الأمرين في حال أقر أحدهما في الهيئة العامة. إذن المسألة لا تزال قيد البحث، الأمور لا تزال غير واضحة بالنسبة لما سيحصل في مهل الترشيحات، وهذه المهلة حاليا مستمرة حتى 16 نيسان الجاري. هذا الموضوع تحدث عنه نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري بعد انتهاء الاجتماع. نستمع إلى أبرز ما قاله. ارتأينا أن نجتمع مرة أخرى قبل انعقاد الجلسة يوم غد من أجل اتفاق على الصيغة النهائية بعد دراستها من النواحي القانونية. إن شاء الله بنوصل إلى توافق وقناعات مشتركة، ما لنا بعاد عن بعضنا، بس في نقط قانونية بالموضوع يجب أن تبحث لأنه الموضوع دقيق، وسنصل بإذن الله إلى صيغة. بدنا الصيغة اللي تكون قانونية وتكون لا يطعم فيها دستورية. عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان مع البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي للأوضاع الراهنة ولعدد من الملفات التي يتشاوران في شأنها باستمرار. وطلع سليمان من وزير الداخلية مروان شربل على الوضع الأمني وعلى التطورات ذات الصلة بالشأن الانتخابي في ضوء صدور مرسوم تأجيل دعوة الهيئة الناخبة إلى 16 من حزيران المقبل. البطريرك الراعي تمنى من مطار رفيق الحريري الدولي قبيل مغادرته إلى فرنسا وعدد من دول أمريكا اللاتينية، تمنى أن تكتمل فرحة تكليف الرئيس تمام سلام بتشكيل الحكومة وإيجاد قانون جديد للانتخابات. وأكد الراعي أن مطلب الجميع هو قانون انتخابي مختلط بين الأكثري والنسبي. نحن منبارك كل شيء بنتفق على اللبنانيين، نحن ولا مرة بنفرض رأينا التقني على الشؤون السياسية أو غيرها. هذا من الأمور التقنية، نحن ولا مرة بنقول نحن مع هذه الأمور. نحن بنقول هذه المبادئ: حسن التمثيل، إنصاف، مساواة، هذا المبادئ نحن عليها قطوة. شو بيتفقوا السياسيين اللي هن مسؤولين بالتقنيات نحن بنبارك. فخامة الرئيس عملي وواقعي، ما بيقدر رئيس الجمهورية يقول التغى قانون 60 طالما بعد ما طلع قانون آخر، أنه بالنتيجة قانون 60 بعده القانون اللي موجود. بس الكل مصممين، الرئيس الجمهورية وكل الفئات، يكون في قانون جديد. وتتابعونا بعد الفاصل. الأمم المتحدة 400 ألف نازح سوري في لبنان.
قتلى وجرح في تفجير سيارة مفخخة وسط دمشق، وبان يعلن وصول الفريق الطليعي للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية إلى قبرص. هز انفجار وسط العاصمة السورية دمشق ترافق مع إطلاق نار بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، مشيرة إلى مقتل وجرح العشرات. التلفزيون السوري من جهته تحدث عن تفجير إرهابي نفذه انتحاري بسيارة مفخخة في منطقة مكتظة بالسكان قرب مدرسة البخاري بين السبع بحرات وطلعة الشهبندر بدمشق، مشيرا إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى بينهم أطفال، نافيا ما تنقلته وسائل إعلامية عن وقوع اشتباكات مكان الانفجار، وأوضح أن أصوات الرصاص هي لفتح الطريق أمام سيارات الإسعاف، في حين نقلت وكالة رويترز عن إحدى المقيمات في دمشق قولها بأن أعمدة ضخمة من الدخان تصاعدت من المنطقة، وصفة الانفجار بأنه أكبر انفجار سمعته بالعاصمة السورية. إلى ذلك تواصلت أعمال العنف في مدن سورية عدة، في حين تحدثت وكالة سان عن القضاء على إرهابيين في أرياف دمشق وحمص وإدلب وأحباط محاولات تسلل من الأراضي اللبنانية عبر موقعي المتهوم وحالات بريف تل كلخ، والتي ترافقت مع إطلاق نار من الجانب اللبناني على نقاط حرس الحدود بحسب سانا. وفي المواقف من الأزمة السورية دعوة إلى العمل من أجل حل سياسي للقضية السورية أطلقتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقب محادثاتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة هانوفر الألمانية، الذي أكد من جهته أن كل إمدادات الأسلحة لسوريا يجب وقفها من كل الأطراف، لافتا إلى أن موسكو مستعدة للتحاور. في غضون ذلك أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون أن كل المزاعم الجادة فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية في سوريا يجب النظر فيها، وحض الحكومة السورية على التحلي بالمرونة حتى يتم إرسال بعثة الأمم المتحدة بأسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن الفريق الطليعي للتحقيق في استخدام هذه الأسلحة موجود في قبرص حاليا ومستعد للانتشار في خلال 24 ساعة. النازحون السوريون إلى لبنان تجاوزوا 400,000 نازح بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. عدد النازحين السوريين إلى لبنان تجاوز 400,000 نازح بحسب التقرير الأسبوعي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأوضح التقرير أن نحو 12,000 نازح تم تسجيلهم لدى المفوضية هذا الأسبوع. من بين العدد الإجمالي للنازحين أي 400,000 هناك نحو 262,000 مسجلين ونحو 140,000 في انتظار التسجيل. أما النازحون المسجلون فيتوزعون حاليا على الشكل التالي: في الشمال 113,000، في البقاع 99,000، في بيروت وجبل لبنان 28,000، وفي الجنوب 20,000. وأوضحت المفوضية أن الجهود المتعددة الرامية لتسريع عملية التسجيل أدت إلى زيادة عدد الأشخاص المسجلين يوميا خلال الأسبوع الماضي وتقليص فترات الانتظار في مراكز التسجيل، فتم تسجيل أكثر من 1,200 شخص في اليوم في البقاع على مدى الأسبوع الماضي. أما في شمال لبنان فتم تسجيل أكثر من 1,500 شخص في اليوم، وسيساعد افتتاح مركز التسجيل الجديد في صور والذي تم في 2 نيسان على تسريع عجلة عملية التسجيل في هذه المنطقة. أهالي المخطوفين في أعزاز يمنعون العمال السوريين من الوصول إلى أعمالهم في منطقة التير وفي شويفات، ملوحين بالمزيد من التصعيد. في إطار الخطوات التصعيدية التي وعدوا بها وبعدما أقفلوا محالا تجارية لسوريين في حي السلم، أقدم أهالي المخطوفين اللبنانيين في أعزاز على منع العمال السوريين من الوصول إلى أعمالهم في منطقة التير والشويفات، مطالبين أصحاب المعامل والشركات بعدم تشغيل العمال السوريين حتى عودة مخطوفي أعزاز. كل منطقة فيها تواجد لعمال سوريين بتطرح نكون موجودين ونمنعهم يفوتوا على إشغالهم، وهي القصة ما رح تقف ليرجعوا أهلنا. أنا بدي أقول لكل أصحاب المعامل اللبنانية يتضامنوا معنا لأنه هيدي قضية إنسانية يحسبوها على حالهم. تحرك الأهالي لم يقتصر على هذه الخطوة، فهم توجهوا لاحقا إلى منطقة الكوكوتي حيث اعتصموا أمام شركات الشحن والمستودعات، محذرين أصحاب هذه المؤسسات من استخدام العمال السوريين. وأنا شو بقولوا على المخطوفين؟ أنا معهم، وبنطلب كمان رئيس الحكومة الجديد اللي مكلف أول بند ما ينسلنا إياه ملف المخطوفين. نحن تحركاتنا حكون على شكل دائري، اليوم هون بكم مطرح تاني، الجوازات السوريين، الإقامات السوريين، تجديد الجوازات، أي مكان موجود فيه
سوري عم يستفيد بدنا نوقفه، وبدي اقول لتركيا انه جاي دورك. وفيما ابلغ الاهالي ان تحركهم التالي سيكون صباح الثلاثاء في الكوكودي، عمد عدد من اصحاب الشركات الى ايقاف كل العمال السوريين عن العمل لديهم منعا لاي احتكاك مع المعتصمين. يشرف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على التحقيقات الأولية الجارية مع مجموعة الأشخاص التي ضبطت في عين زحلتة أثناء التحضير لتهريب أسلحة وتسليمها إلى جهة متطرفة نهاية الأسبوع الماضي. عمدت القوات الإسرائيلية إلى قطع أغصان الأشجار في محاذاة الشريط الشائك مقابل بلدة العديسي عند الحدود مع لبنان، كما جابت سيارات الهامر التابعة للجيش الإسرائيلي في المنطقة. وفي المقابل شهد المدخل الشرقي لبلدة العديسي حالا من الاستنفار لدى وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة، وشهدت المنطقة تحركا لافتا لدوريات اليونيفيل لمراقبة مجريات الأشغال الإسرائيلية. في هذا الوقت سمع إطلاق صفارات الإنذار داخل مستوطنة مسكاف عام الإسرائيلية المحاذية لبلدات العديسي ومركبة ورب 30. تسلم النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي من لجنة الخبراء التي عينها لمعرفة مدى انطباق صفة تبييض الأموال على المبالغ المقبوضة من قبل بنك المدينة وبنك الاعتماد المتحد تقريرا أوليا ظهر فيه أن عدد الأشخاص الذين قبضوا أموالا من المصرفين المذكورين بطريقة مشبوهة بلغ حتى الآن 411 اسما تم التعرف إليهم، وأن المبالغ التي قبضوها هي حتى الآن 307 مليارات ليرة لبنانية و 401 مليون دولار و973 ألف يورو. وستتابع اللجنة عملها لمعرفة الأسماء المتبقية والمبالغ المقبوضة منهم. أهالي عرقة يحتجون على ضم أراضي من البلدة إلى منيارة احتجاجا على قرار مجلس شورى الدولة حول نزاع قضائي بين بلدة منيارة وأراض تابعة لبلدة عرقة في عكار. قطع أهالي عرقة طريق حلبة طرابلس عند مفرق منيارة بواسطة خيمة نصبت هناك، وتجمع عدد كبير من الأهالي على الطريق العام ما أدى إلى شل الحركة بشكل كامل. وإن أبناء منطقة عرقة التي تمثلها بلدية منتخبة كنا ولو ولا زلنا من أحرص الناس على العيش المشترك وحسن الجوار، لقد أدهشنا قرار الفتنة الذي صدر عن مجلس شورى الدولي باقتطاع منطقة كبيرة من بلديتنا ليعطى زورا ودون وجه حق إلى منطقة منيارة. وراء ذلك مرجعيات سياسية معروفة سنحملها كل نتائج هذا القرار العنصري. كما ناشد رئيس بلدية عرقة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية العمل على حل هذه المشكلة المستعصية. وتتابعون بعد الفاصل. مصر هدوء بعد العاصفة. عودة الهدوء قرب كاتدرائية الأقباط غدت اشتباكات أدت إلى سقوط قتيل وعشرات الجرحى، فيما تعمل القوى الأمنية على تعزيز وحداتها في المنطقة. في محيط كاتدرائية القديس مرقس آثار اشتباكات وسيارات محترقة ورجال شرطة في كل مكان. هدوء تعمل القوى الأمنية على إعادته إلى العباسية في القاهرة بعد يوم طويل من اشتباكات اتهم بعض المصريين الشرطة بالتواطؤ في تأجيجها وحماية المعتدين على الكاتدرائية. الشرطة كان دورها سلبي خالص، واقفة محصنة الكنيسة من جوه وسايبة اللي بره يحدفوا بالطوب، واللي جوه برضه طالعين فوق سطح الكنيسة بيحدفوا بالطوب، وكل الهم مشيلة للدموع، مشيلة للدموع لما احنا انكتمنا من الغاز. لازم ينزل عدد افراد قوات الشرطة تأمن الكنيسة كلها، تأمن الكردوم بتاع الكنيسة كله، وتمنع دخول البلطجية والعناصر دي. العباسية ظلت ساحة حرب حتى آخر ساعات ليل الأحد، فامتلأت سماؤها بالحجارة وقنابل المولوتوف التي كانت ترمى من كل حدب وصوب، فيما اكتفت الشرطة برمي القنابل المسيلة للدموع إلى داخل الكاتدرائية. البابا طوادروس الثاني بطريرك الأقباط الأرثوذكس دعا في بيان صدر ليل الأحد الجميع إلى الهدوء، مؤكدا تواصله المستمر مع المسؤولين وخاصة وزير الداخلية
الذي تفقد الكاتدرائية ليلا مع انخفاض موجة الاشتباكات. كما دعا شيخ الأزهر المسلمين والمسيحيين في مصر إلى ضبط النفس والاحتكام إلى العقل. أعلنت سيول أن كوريا الشمالية تستعد لتنفيذ تجربة إطلاق صاروخ باليستي وتجربة نووية رابعة في الأيام المقبلة بعد شهرين على التجربة النووية الأخيرة. وسط هذا التصعيد حض الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون بيونغ يانغ على تفادي أي استفزاز جديد، فيما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن نشوب صراع في شبه الجزيرة الكورية قد يسبب دمارا يفوق كارثة تشيرنوبيل النووية في العام 86. في أفغانستان قتل ما لا يقل عن 9 من ركاب حافلة وأصيب 22 آخرون عند انفجار قنبلة في حافلتهم في ولاية ورداك جنوب غربي كابول في عملية يشتبه في وقوف طالبان وراءها، وقد اتهم مسؤول أمني أفغاني حركة طالبان بالوقوف وراء التفجير. إلى هنا تنتهي نشرتنا، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.